شكرا، انا حاضر كضيف، ما عنديش شي فيلم، ولكن كذلك للتكريمات ديال الاصدقاء هنا تيسعدني باش نحضر فيها، وتيسعدني كذلك باش نشارك في الندوات ونشوفوا الافلام ونشوفوا. ستيفاني عندها فيلم هنا، فيلم فرنسي جزائري، نضمن انا يقدر يتكلم عليه. السينما المغربيه هي في تطور كونتينيو، تنظن بلي عندنا افلام مختلفه، افلام جيده، افلام كثيره. في هذيك الكثره تتلقى بعض الافلام اللي دابا الان تنشوفوها تدير مهرجانات كبيره، مهرجانات كاتيجوري ا، مهرجانات عربيه عالميه. تنظن بلي هذا تيكرم وتيهز السينما المغربيه. بيان سور ضابط السينما المغربيه، والخماري من 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 المخرجين الكبار اللي عندنا، المخرجين بالتجارب ديالهم، تجارب ناجحه لا في المغرب ولا خارج المغرب. تنظن وعنده، هو سينيفيل وعنده رؤيه سينمائيه خاصه وممتازه. تنظن في المستوى ويستحق يكون رئيس لجنه التحكيم. شكرا.